انا قلت لحضراتكم يمكن انه الماتش ده في ظني في تقديري يمكن يكون اصعب ماتش للنادي الاهلي الموسم ده بالكامل، يعني مواجهه الترجي في الدور قبل النهائي، الحافز اللي موجود عند الترجي للتاهل، استغلاله عامل الارض والجمهور، بالتاكيد كلها حاجات بتصعب من المباراه. لكن ضيف على ده الحقيقه انك مش بس بقى بتلعب دور قبل النهائي في افريقيا ولا مع الترجي التونسي، واحد من الانديه المحترمه جدا على مستوى القاره، لكن ضيف على ده كمان الصعوبات اللي حصلت قبل المباراه والاحداث اللي حصلت واضطرت الحكم انه ياجل بقرار طبعا الاتحاد الافريقي انه ياجل المباراه لمده، كل ده صعب بشكل كبير جدا من المواجهه. لكن الحقيقه كمان لما نحط الصعوبات دي كلها في كفه ونحط اسلوب واداء النادي الاهلي اللي ادى بيه المباراه، مش بس النتيجه، مش عايز النتيجه تكون خداعه، هي طبعا مفرحانا كلنا، لكن كمان مهم جدا نشوف الاهلي، لانه بين السطور في كلام كتير جدا في الكوره اللي اتلعبت وفي التكتيك اللي استخدمه مستر موسيماني وقدرته على قرايه الترجي وقرايه كمان معين الشعباني بشكل ادق، وده يخلينا كمان نبني اللي جاي، لان المواجهه اللي جايه رغم انها هتكون في القاهره ورغم ان النادي الاهلي مسجل على ملعب الترجي ومتقدم 1-0، لكن مخطئ تماما اللي يظن انها هتكون مواجهه سهله. بيشرفنا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي، هنسمع رايه ونشوف فكره وتعليقه طبعا على المواجهتين، كابتن محمود صالح ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن محمود. استاذ احمد مساء الخير. مبروك اولا طبعا. طبعا. فوز مهم جدا وصعب جدا وفي توقيت في غايه الاهميه طبعا. في مشوار الاهلي للتتويج بالنجمه العشره. ازاي الاول خليني قبل ما ادخل في المباراه ونتكلم في الكوره، ازاي شفت المقدمات ما قبل المباراه؟ يعني كل ده الجمهور الناس اللي كانت بتتابع لما سمعت الماتش هيتاجل اول نص ساعه وبعد كده لا هيتاجل ساعه، الجمهور اتوتر، فما بال حضرتك باللعيبه وبالجهاز الفني، ازاي شفت المقدمات بتاعت ماتش الاهلي والترجي امبارح وتعامل اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني معاه؟ هو طبيعي الاحداث اللي تمت ما قبل المباراه، الحقيقه الشغب الجماهيري اللي حصل وعلى اثره تم تاجيل المباراه لمده ساعه، اعتقد بتاثر على الفريقين يعني. أيوة. حتى على حكم المباراه نفسه. أيوة. وعلى الجهاز الفني في كلا الفريقين يعني. انت طبعا بتاهل نفسك مع بدايه اليوم، مواعيد الاكل، مواعيد المحاضره، كله بيتنظم حسب بدايه المباراه. مظبوط. التاجيل ساعه ده يعني معروف ان مثلا فتره الغداء بتبقى قبل المباراه مثلا بثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص بقت اربع ساعات ونص. بدايه التسخين بيبقى التهيؤ عشان تبدا المباراه، وبعدين ما كانش محدد كمان في البدايه، قال لك نص ساعه البدايه، المباراه هتتاجل نص ساعه وبعد كده قال ساعه، كل ده ممكن تتلغي من الاحداث دي، بتخلي اللعيبه في التركيز بيخرجوا بره عن التركيز. مظبوط. انما انت قلت كلام مهم جدا لحضرتك في المقدمه، الحقيقه انا شايف ان اللي تاثر هو فعلا فريق الترجي الحقيقه. وانما لعبتنا الحقيقه ما تاثروش يعني، وده الاعداد للمباراه وان هم الفتره ديت يرجع يعني ياهلوا اللعيبه للموعد الجديد وان المباراه هتقام والى اخره، برده دي بتبقى عبء على الجهاز الفني والجهاز الاداري ومدير الكوره. فاعتقد هم اداروا الفتره دي بشكل جيد. اللعيبه كمان يعني ثقتها في نفسها واسم النادي الكبير وان هم عندهم اصرار ان حققوا نتيجه كويسه، دي برضو خلتهم يعني التركيز يبقى في النقطه دي مش في تاجيل المباراه. يعني انا بعتقد هي اعتقد الاجواء جوه في غرفه الملابس كانت ممتازه امبارح. عايز اكلمك كوره شويه كابتن محمود. امبارح كوره الاهلي كانت غير يعني. عايز اعرف يعني احنا لعبنا امبارح يعني في الماتشات الاخيره لمستر موسيماني، كان السمه اللي يمكن ملاحظه بشكل كبير جدا هي لجوءنا للكور الطوليه، الزون والاعتماد على المرتدات. امبارح مع الترجي في قبل النهائي على ملعب الترجي، الاهلي بيلعب كره على الارض، باص من رجل لرجل، حتى في ظل عدم وجود مجدي قفشه، ومجدي دايما هو العقل المفكر او يعني هو اللعيب اللي عنده القدره انه يحط الكره تحت رجله ويربط الخطوط ببعضها ويدي باس هنا، ما كانش موجود. ورغم كده كوره الاهلي كانت اكتر من رائعه. احساسك بان الفريق ثابت في الارض، ثقه اللعيبه في اعلى مستوياتها، الاسباب التحول ده من اخر ماتشات لماتش الترجي من وجهه نظر كابتن محمود؟ هو طبعا انت حضرتك قلت نقطه في البدايه مهمه، هو الحافز الفوز بالبطوله والهدف عندنا زي الحافز الموجود عند فريق الترجي. طبعا. ده طبعا ده اكيد طبعا بيصعب المباراه، انك بتلعب منافس قوي عنده امكانيات فنيه عاليه. تاريخه كبير، حصل على اربع بطولات افريقيه، حصل على بطولتين فتره قريبه من 2018 2019،
طيب صوته. تسمح لي عشان لا مضطر اروح لفاصل، انا محتاج اتكلم من وجهه نظرك برضو اكتر تفصيلا اللعيبه ومستر موسيماني اللي بعتقد امبارح ان هو قدم واحده من افضل المباريات، بس خلينا هروح لفاصل سريع كابتن محمود ونرجع نكمل كلام. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومره ثانيه طبعا بجدد الترحيب بكابتن محمود صالح نجمنا النهارده ونجم النادي الاهلي، مشرفنا في السادسه، اهلا بيك مره ثانيه كابتن محمود. طيب احنا كنا وقفنا عند كوره الاهلي اللي يعني اللي الناس دايما كانت ممكن تبقى راضيه عن النتائج، لكن تسمع كلام عن الاداء. الاهلي بيطلع يلعب في ماتش صعب جدا، اي فرقه هتقابلها في قبل نهائي دوري ابطال هيبقى مباراه صعبه، بتلعب مع الترجي فرقه تقيله، بتلعب على ارض الترجي، وزي ما اتكلمنا على مقدمات اللي ممكن تكون مع اي فريق تاني غير الاهلي اعتقد كانت هتزود من صعوبه المباراه، لكن النادي الاهلي وجهازه الفني وادارته قدرت تتعامل مع المقدمات دي بشكل معين. لكن لو كلمت الكوره كنت بقول لحضرتك انه اللعيبه ظهرت بشكل مختلف، طريقه مستر موسيماني والتكتيك اللي استخدمه مع معين الشعباني كان مختلف، من وجهه نظرك اسباب الشكل اللي ظهر بيه اداء النادي الاهلي؟ هو طبعا يمكن كلنا في نقطه اثناء الفتره طبعا في الفاصل هي الفتره الراحه، الحقيقه كان في فتره كبيره راحه يعني. اخر مباراه رسميه كانت لينا يوم 28/5 والترجي كان 26/5، يعني في اكتر من 3 اسابيع تمام. طبعا ما فيش شك فترات الراحه دي بتبقى محتاجه تخطيط اخر، يعني اثناء الموسم المباراه بتتم بشكل اعتيادي ومعروف، يعني قبل المباراه ايه اللي بيتم، شكل التدريب بعد المباراه، قبل المباراه بثلاث ايام الاعداد بيبقى شكله ازاي، في حاجات ثابته بتتم، فما بيبقاش في صعوبه في التخطيط لوضع البرامج التدريبيه تمام. في فترات الراحه دي في منتهى الصعوبه، انا ما اجي احط برنامج تدريبي في فتره فيها راحه قبل مباراه فيها اسبوعين ثلاثه، ده بالنسبه لي صعب، بتبقى صعبه طبعا. يعني انت شايف انه البرنامج التدريبي اللي اتحط النادي الاهلي سهل من مهمته؟ بالتاكيد، والعكس فيما يتعلق بالترجي؟ بالتاكيد، لان كان في تفوق بدني عالي جدا، خصوصا ظهر مع نهايه المباراه في اخر 20 دقيقه، اخر 25 دقيقه. البرنامج التدريبي دوت زي ما قلت لحضرتك بيبقى فيه صعوبه، فيه صعوبه، فيعني كل التقدير والتحيه للوضع هذا البرنامج، المعد او المسؤول عن التخطيط البرامج البرنامج التدريبي مع طبعا المدير الفني وباقي اعضاء الجهاز اكيد اتعمل بشكل كويس تمام. واعتقد ده كان سبب كبير جدا في تفوقنا، وسبب كبير جدا ان هو اعطى الثقه للاعيب النادي من البدايه. انت احساسك لما تكون في فورمه رياضيه جيده والتوب فورم في التوب فورم بتاعك، اعتقد انت اللاعب دي مع بدايه المباراه كلاعب اعتقد دي بتديك ثقه كبيره قوي مع اثناء سير المباراه، احساسك بالتفوق على الخصم اللي موجود امامك يعني. فدي ما فيش شك، دي البدايه. البدايه الثانيه اعتقد هو بدا على فكره بزون ديفنس نادي الترجي من وسط الملعب، دفاع منطقه من وسط الملعب، قد يكون هو عايز يعمل لهم مفاجاه ولا ايه، على اعتبار ان احنا منتظرين ان هو هيهاجم بكثافه ويبقى احنا لينا لخبط لنا حساباتنا يعني. يبقى بالظبط يعني تبقى يعني انت مخطط ان انت تبدا بدايه معينه، هتلاقي الوضع معكوس بالنسبه لك والظروف غير عكس ما توقعت. النقطه الثانيه برضو هو حب جدا يستغل علي معلول. علي معلول رائع طبعا في الناحيه الهجوميه، وامكانياته الهجوميه رائعه، حب نستفيد منه الحقيقه. فاحنا بدانا تقريبا بحمدي فتحي كان بيبدا بقلب دفاع، وايمن اشرف كان بيبقى في مركز الظهير الايسر، وبعتقد ده سبب يعني ان يمكن علي معلول قعد فتره طويله ما بيلعبش، تقريبا قعد 4 شهور بعيد عن بسبب الاصابه طبعا، بسبب الاصابه طبعا، بعيد عن المباريات الرسميه، عشان ينتقل علي معلول من التلت الدفاعي للتلت الاوسط او تلت المناورات للتلت الهجومي. اعتقد دي هتبقى فيه مشكله، محتاج يكون الفورمه الرياضيه بتاعته عاليه وجاهز يعني تماما للمباراه. هو حب يديله بس يعني التحرك في مساحه من المنطقه الوسطى، يقلل اللعيب عليه الأوسط شويه، او يقلل الضغط عليه أو شويه، او تلت المناورات، يخلي ايمن يسند معاه بالظبط مع الجانب الدفاعي. واعتقد احنا يمكن يعني نجحنا فيها، واعتقد كانت يعني دي واحده من النقط اللي عايز اكلم حضرتك فيها. على الرغم انه شكل الاختيار مستر موسيماني للتشكيل وطريقه اللعب تبدو انه الاهلي نزل يلعب جيم دفاعي اكتر منه انه فريق طمعان في انه يكسب، على الرغم من كده كان الاهلي كورته احسن، كرة هادية ما فيهاش توتر، كرة من رجل لرجل. الأهلي كان الأخطر، عنده قدرة أكتر على صناعة الفرص المؤكدة. يعني أنا بيتهيألي وكنت برضو بقول لحضرتك أثناء الفاصل، المباراة اللي إحنا شفناها إمبارح دي كان ممكن تطلع سكور، يعني كان ممكن جدا جدا تجيب 3-4 مرتاح، كرة طاهر
اللي حطها في الشبكه من بره، كلها كرات عرضيه كانت مؤثره جدا. بالظبط اكرم توفيق عامل جيم، طبعا هسمع تعليقك على اكرم توفيق تحديدا. كره لشريف تاني يمكن خبطت فيه ومسكها معز بن شريفيه داخل السكس يارد، داخل السكس يارد، هدف مؤكد. فيعني كان ممكن الاهلي يطلع بسكور امبارح. اكيد اكيد. يعني انا بعتقد وجهه نظر مستر ماسوماني في الفكره بتاعت وطريقه اللعب دي اعتقد جيده. زائد ان هو برضه عايز يبقى فيه فعاليه في الناحيه الهجوميه. احنا لو احنا قرينا التشكيل او عرفنا التشكيل اعتقدنا ان حمدي فتحي يبقى في الوسط، هو والسوليه وديانج. انت هي المشكله دايما التغييرات بتبقى في خط الوسط، لان ده المركز ده بالذات انت محتاج اللاعب يكون عنده كفاءه في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. صعب اللاعب يكون يعني بيجيد في النقطه دي في الجانب الدفاعي بنفس كفاءه الجانب الهجومي. لو سعيد يعني رجعت بالذاكره ورا، علاء مهوب مثلا كان مميز جدا في الحته دي. يعني يقدر يلعب في الثلث الهجوم والثلث الاوسط في صناعه اللعب، وحتى في الجانب الدفاعي ممتاز. يعني فاحنا توقعنا ان الثلاثه دول هيلعبوا في خط الوسط، بس دي هتبقى برضو هتدي قصور، بعض القصور في الناحيه الهجوميه. انما الطريقه اللي عملها وخلى ايمن اشرف يلعب في الجانب يعني الظهير الايسر، ويخلي علي معلول هو اللي في خط الوسط، اعتقد دي ادتنا فرصه كويسه يبقى في تاثير هجومي ويبقى في فعاليه من ناحيه الهجوم. فدي كانت فكره جيده الحقيقه، ودي يمكن من الاسباب، في اسباب كتير خلتنا طبعا نتفوق. ده سبب برضو مهم جدا. مين كان مميز او مين لفت نظرك في ماتش امبارح؟ يعني انا عارف الفرقه كلها لعبت جيم كويس، بس بالتاكيد في اسماء يعني عجبك مردودها او ادائها في المباراه. هو في اكرم توفيق وإيلو ديانج الحقيقه. الاثنين اكرم توفيق طبعا مش مركزه الاساسي، بس هو يملك مقاومات كويسه. عنده قوه، عنده سرعه، عنده امكانيات من الناحيه الدفاعيه، يعني يقدر يؤدي بشكل كويس. بس اللعيب طبعا محتاج دايما متعود على اللعب في بعض المراكز الخاصه بيه اللي تتناسب مع امكانياته، ورغم ذلك حتى هو في الناحيه الهجوميه برضو كان بيأديها بشكل جيد. صحيح. وعلى الرغم يعني احنا لو اللاعب اتذكر اسمه حمدي الهوني لعيب هايل، لعيب الليبي مراوغ وسريع ولعيب جيد، لعيب يتعمل له الف حساب بصراحه، يوتر اي حد يلعب عليه. بالظبط بالظبط، امكانياته هايله. ورغم ذلك يعني اكرم قدر يعمل جيم كويس، قدر يوقف خطورته الحقيقه يعني، وقدر يساهم في الناحيه الهجوميه كمان، وبذل مجهود كبير قوي قوي قوي. صحيح. إيلو ديانج برضه اداؤه اتطور الحقيقه، المتابعة في الناحية الهجومية بقى أفضل، التمرير عنده بقى أفضل، الريتم في اتخاذ القرار، سرعة في اتخاذ القرار بتاعته بقت أفضل. صحيح. يمكن هو التمرير الهدف، هو تخصص أسيستات قبل نهائي. يعني ليه أسيست برضه بتاع حسين الشحات في الماتش الوداد قبل النهائي، بس كان في القاهرة هنا. الجون العالمي اللي جابه حسين الشحات ده اللي خد فيه باكات الوداد كلهم، كان هو برضه إيلو ديانج. والأسيست بتاع امبارح طبعا عالمي، وتحرك برضه محمد شريف يعني حاجه. محمد شريف ذكي جدا في التحرك وفي التوقيت. الحقيقه يعني، وقراراته في اخذ الاماكن فين اعتقد مميز فيها قوي. هو يعني استغل ان الباك مش قافل عليه اللي قلب الدفاع الحقيقه، وتحرك في اتجاه وفي توقيت صح، وصلت له حطها برجله الشمال وتابع عشان اي يعني ممكن ترد من العرض، هو برضو يعني يحطها ويقف. كانت ممكن تروح الفرصه دي. لا، هو دايما الحقيقه هو ذكي جدا الحقيقه، وقراراته سليمه من ناحيه التكتيكيه، والتحرك هايل. طب عشان اقفل الماتش امبارح واتكلم في الماتش اللي جاي، في حاجات شايف انها محتاجه شغل مننا، اخطاء على المستوى الفردي على المستوى الجماعي، في ملاحظات لكابتن محمود صالح تقول انه محتاجين نراجع نفسنا في ده او نصلح ده قبل مواجهه السبت اللي جاي؟ يعني في حاجه بسيطه بس. يعني مش لازم اقول تفاصيل تتم ازاي يعني. هي الـ 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 التمركز في الكرات العاليه في الثلث الدفاعي في المناطق القريبه من المرمى بتاعتنا. مهم جدا التجهيز يبقى كويس. تمام. طيب انا بشوف انه النتيجه طبعا بتصب في مصلحه الاهلي، وكونك انك انت احرزت او سجلت في مش بس كسبت، انك تسجل هدف في 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 الترجي في ملعبه، ده شيء مهم جدا. لكن بشوف كمان ان ده هيخلي الترجي اللي جاي لنا يوم السبت اللي جاي هيلعب الكل في الكل، وده في حد ذاته بالنسبه لي مصدر خطوره او مصدر صعوبه من نوع تاني. الفرقه ما عندهاش حاجه تخسرها وجاي تلعب الكل في الكل، زي ما احنا بنقول بالبلدي كده عندنا، يا طابت يا اتنين عور.
فبالتالي ده يمكن يخلي المباراة اللي جاية ليها صعوبة بشكل تاني. في ظنك أو في تقديرك نسخة الترجي اللي شفناها في رادس هتكون هي نسخة الترجي اللي هنقابلها في القاهرة، ولا متوقع كابتن محمود أنها تكون نسخة مختلفة؟ لا، وعلى الأقل لازم يفوز بهدف. يعني لو لا قدر الله فاز بهدف هتبقى ضربات جزاء، ولو اي فوز تاني يعني انا مش يعني مش عايز اكون متشائم يعني حد يفتكرني بتكلم انا، بس احنا بنحط كل الاحتمالات. معاك في انك تحط كل الاحتمالات، انما هو طبيعي هيهاجم. مظبوط. بس اعتقد دي نقطه ضعف. اعتقد يعني الترجي هنا هيجي يلعب، يفتح خطوطه، يفتح ملعبه ويهاجم الاهلي. طبعا هو اولا يعني الارتداد من الناحيه الهجوميه الناحيه الدفاعيه اعتقد عندهم بطء شويه، زائد عندهم بطء في التحرك والسرعات بالنسبه لقلبي الدفاع. انا بعتقد لو هو زي ما احنا متوقعين هيلعب بهذا الشكل يعني اعتقد هتبقى فرصتنا كبيره قوي نحرز اكتر من هدف. معين الشعباني في موقف لا يحصل عليه، لانه حتى ما قبل مباراه مواجهه الاهلي والترجي تبدو انه العلاقه متوتره بين معين الشعباني وبين اداره الترجي وبين جماهير الترجي، وفي حاله تربص، في حاله توتر، يعني سميها زي ما تسميها. لكن وبالتالي هو كمان ليه حسابات على المستوى الشخصي. يعني معين الشعباني ما اعتقدش انه عنده اي امل في استمراره مع الترجي التونسي الا في حاله تخطيه عقبه النادي الاهلي، وبالتالي تتوقع ازاي يكون تفكيره او تحضيره للمباراه. بس اخر بطولتين كان هو المسؤول، هو المدير الفني 2018 و2019. السيزون ده كان في مراحل توتر كتير جدا بينه وبين وبعدين خمس بطولات على مستوى الدوري المحلي فاز بيهم على التوالي يعني. بس عارف انا ما كنت عارف بعد خساره الترجي من شباب بلوزداد كان في انباء ترددت انه في يعني اداره الترجي تدرس قرار اقاله معين الشعباني في حاله عدم تاهله للدور قبل النهائي. هو كان جود لك ان هو جاب الهدفين وعوض الفارق وكسب بضربات الجزاء. بس عايز اقول لك حاجه، انا شايف يعني ملحوظا يعني الواحد كان يعني اللي بيتابع ما يكون مهنتك يعني دايما بتحاول ممكن تبص على حاجات يمكن حد تمام. حد اخر او ناس تانية ما تفكرش تفكر يعني تبص عليها. انا حاسس ان هو تايه وفاقد حماسه في التوجيه. كان الاول حماس ويتكلم ومع الفرقه بتاعته ويوجه، انا ما اعرفش، انا حسيت ان هو كان هادي بس مش هدوء يعني عقلاني. هو كان متوتر، هدوء استسلام. بالظبط، ما عندوش ثقه في نفسه، خايف من النتيجه زي ما انت حضرتك بتقول كده، يعني في مشاكل بينه وبين الاداره. انا يعني الاحساس ده جالي وانا بتفرج على الماتش الحقيقه يعني. فانا بقى يعني باكد كلامك يعني انا الاحساس ده وصل لي. تتوقع من غير ما اعرف المعلومه يعني. بس الاحساس ده وصل لي. تتوقع طريقه الانسب لمواجهه الترجي اللي جايب عقليه هجوميه بهدف التعويض، تفتكر مستر موسيماني الجيم من وجهه نظرك؟ طبعا انت اكيد يعني مريت بخبرات وتجارب كتير ويمكن اتحطيت في مواقف مشابهه. الاهلي يلعب جيم مفتوح ويسعى لتصعيب المهمه بتاعت الترجي بتسجيل هدف في البدايه، ولا تستنى الترجي وتحاول تخطف بالهجمه المرتده؟ ايه الطريقه اللي ممكن مستر موسيماني؟ لا، هم بالتاكيد خسرانين، بالتاكيد ما عندهمش ثقه في انفسهم، هم في موقف صعب، لازم اضغط من اول ثانيه في المباراه. ضغط شرس كمان بمنتهى القوه يعني في اي مكان في الملعب لازم انا اضغط على المنافس، استغل. انا مش عايز اديله ثقه في نفسه يبدا المباراه يسيطر شويه، يضيع فرص، يبتدي ياخد ثقه في نفسه يبقى ندي ليا. بالعكس، انا استغل حالته النفسيه ديت، واعتقد هو ده انسب اسلوب لعب لازم نواجه بيه المنافس في التوقيت ده. مين عناصر الخطوره اللي شفتها في فرقه الترجي امبارح وشايف انه دي ممكن تكون مصدر التهديد الاساسي للاهلي في الماتش اللي جاي؟ هو خط الهجوم كويس الحقيقه، خط الهجوم بتاعه يعني خالد عبد الباسط ده اللاعب الغاني طبعا قوي وسريع، ممكن يكون الفينش بتاعه في انهاء الهجمه يعني مش احسن اقل حاجة. مستوى بس ثم ما وصلوش امبارح كابتن محمود. لا، ما يعني هي واحدة بس الاختراق اللي حصل والشناوي شالها، ما شفتش خطوره حقيقيه لاي حد من الفراوده بتاعه. لا، احنا ادائنا الدفاع كان مميز حقيقي يعني من الفريق ككل، التكتيك الدفاعي والاداء الدفاعي كان مميز عندنا، يمكن ده اللي خلى يعني ما يبانش مميزاتهم او يظهر لهم اي تفوق في الناحيه الهجوميه بتاعتهم. انما انا بقول يعني انا بعتقد ان الفرقه عندها اجهاد، واعتقد الماتش الجاي مش هيبقى بهذا الاجهاد ده. هم اكيد
يعني شكل التدريب كان فيه كثافه زايده شويه او اسباب تانية ما اعرفش يعني، بس هم كان فيه اجهاد صعب. فرقه كبيره بتلعب على مستوى البطولات، نقول ما نقول ان سبب المستوى الاداء البدني دوت يرجع لضعف اللياقه البدنيه. لا طبعا ده كلام مش منطقي. أيوة. انما ضعف الاداء البدني ده خصوصا مع نهايه المباراه اكيد سببه ان اللعيبه كان عندها اجهاد. الاداء بتاعهم البدني هيبقى اقوى من كده. تشكيله الاهلي اتغير فيها ولا تلعب بنفس التشكيله اللي لعبت مباراه الذهاب؟ لا لا عندك نفسه. يمكن اعتقد انه محمود متولي داخل التمرين، بس طبعا محمود متولي بعيد بقاله فتره. محمد هاني مفترض ان شاء الله هينزل، يعني الفريق راح 48 ساعه ويرجع الثلاث يتمرن، وقبل الماتش ب 48 ساعه هيكون في معسكر مغلق. تفكر في هاني ولا تخلي اكرم ثابت بما انه خض المواجهه الاولى ولعب ولعب على حمد الهوني وعارف يعني، تفكر ازاي في تشكيله الفرقه؟ منطقيا طالما انا تفوق ليا في الاداء وفي النتيجه وخارج ملعبي وهلعب على ملعبي وفي ظروف اكثر يعني اريحيه، مش اريحيه يعني في تهاون في اللعب ما اقصدش كده، انما بتنزل اكثر ثقه، لا طبعا لازم اثبت التشكيل. ما غيرش، وخصوصا ان كله اجاد وكله ادى وكله خرج سليم، مفيش اي مشاكل عندنا، لا نفس الاداء او نفس التشكيل يعني. التغييرات اللي عملها مستر موسيماني قريتها ازاي؟ يعني نزول حسين الشحات، نزول رامي ربيعه، نزول بواليا، ازاي شفت تغييرات مستر موسيماني في المباراه؟ وقفشه قبلهم ومجدي قفشه طبعا. مجدي قفشه احنا لما ظهر التفوق البدني عندنا احنا محتاجين سيطره في الثلث الهجومي. مهم جدا حد يقدر التمرير كويس، يقود حته التمرير دي بحيث ان احنا نقدر نحتفظ بالكره ما تروحش مننا بسهوله، ونقدر يعني نهدد مرمى المنافس. هي. انت لو بصيت يمكن قفشه نزل قبل الهدف يمكن بثلاث اربع دقائق تقريبا في 62 غير تقريبا، والهدف جه في دقيقه 65 او 66. لا ده التوقيت ده كويس جدا، وكان تغيير ممتاز الحقيقه، وغير شكل واظهر السيطره بتاعتنا وادانا ثقه اكتر. فالتغيير ده تبتدي بيه قفشه الماتش اللي جاي؟ يعني تلعب 4-3-3 هو ولا هتلعب 4-2-3-1 الطريقه اللي متعود عليها مستر موسيماني طول الموسم؟ يعني هو قفشه ضروري الحقيقه، يعني قفشه ضروري يعني، بس يعني هتطلع مين؟ هطلع حد من الخط الوسط اللي هو الدفاعي ده، اللي هو حمدي ديانج السليه. بالظبط بالظبط، ونلعب بالطريقه الاعتياديه بتاع العاديه بتاعتنا. هو ده الاحتمال الوحيد اللي ممكن يتم. ممكن يتم. هتطلع حمدي ولا السليه ولا ديانج في الفتره ديت؟ لو هتبتدي بقفشه، لو هيبتدي يبقى انت حمدي. اكرم قلت لي هتلعب يبقى حمدي. لا لازم ابدا بإيلو ديانج في الفتره دي. هو المستويات متقاربه، خد بالك الموسم طبعا بتتغير الفورمه الرياضيه، بنلعب اخر احيانا الاداء بيهبط طبيعي. ولما بيبقى في اصابه برضو يعني عقبال ما بيرجع بياخد وقت، وحتى لو سليم انت مش هتقدر تقدر تأدي المباريات كلها بمستوى 90% مثلا. بيجي فتره الاداء بيهبط وبعد كده يرجع تاني، انما في الفتره ديت لا في تفوق للسوليه وإيليو ديانج. حضور الجماهير خصوصا طبعا بعد الاعداد اللي حضرت في مباراه رادس، يمكن في مطالبه بانه الاهلي يسمح لي بحضور 20,000 متفرج، شايف انه يكون ليهم تاثير ايجابي طبعا على المباراه؟ طبعا طبعا، لو 5,000 هيبقى لهم تاثير ايجابي. مهم طبعا لصالحنا طبعا في الشك. كايزر تشيفز الوداد منافس محتمل، الاثنين منافسين محتملين، تابعتهم اثناء البطوله؟ لا ما تابعتش بدايتها كده، فوجئت بالنتيجه الحقيقه. النتيجه طبعا يمكن احنا قلنا في بدايه الحلقه اللي ما تابعناش انه كايزر تشيفز عمل المفاجاه، عمل المستحيل من وجهه نظر حتى كل الزملاء كلهم كانوا شايفين ان حظوظ الوداد، وخصوصا طبعا بيبقى حافز كمان اضافي للوداد انه مباراه النهائي هتتلعب على ارضه في المغرب، فبالتالي عنده رغبه في انه يوصل للمباراه النهائيه، لانه بالتاكيد يعني هتعلي من حظوظه في التتويج باللقب. بس عندي احساس برضو المباراه ممكن يوصل المباراه 50-50%، يعني الفرص اعتقد متساويه. انت افضل لك يا كابتن محمود، يعني لو بتختار تفضل تواجه مين في النهائي؟ كايزر تشيفز. طبعا لان الحافز عند الوداد زي ما قلنا على الترجي اللي يميزه انه حاطط هدف وبيسعى للفوز وبيسعى للبطوله. الاحساس ده عند الوداد اكتر كتير قوي من عند كايزر تشيفز. وكمان بالنسبه لي كفرقه بتلعب على بطوله،
يعني اقابل فريق زي كايزر تشيفز على طبعا. ارض محايده افضل ما اروح العب الوداد بالزبط. على ملعبه بالظبط. بس انا عندي احساس ان الوداد هيوصل. لسه عندك احساس ان الوداد هيوصل؟ بالظبط بالظبط. هو الوداد طبعا غير لعيبه كتير عن الموسم الماضي. وجه فوزي البنزرتي ده مدرب تونسي، مدرب هايل طبعا، ليه تاريخ كبير، وعندهم اربعه تقريبا في المنتخب مختارين في اخر تجمع يعني، وفي وسط عدد اللاعبين المحترفين في الخارج المغاربه، يعني ان كنا فريق مغربي بيتاخد منه اربع لاعبين بيلعبوا في الدوري المحلي. اعتقد دي تحسب له يعني. كلمه اتفضل يا كابتن محمود. بس هي النتيجه انا فوجئت بيها الحقيقه. تتوقع لسه ان المباراه او المواجهه لم تحسم؟ يعني انا احساس ان الوداد هو اللي حظوظ الوداد اوفر بالرغم من ماتش العوده في مباراه العوده. طب خليني اتكلم بقى على موسيماني يعني اخيرا كده. الحقيقه يمكن في كل المواجهات اللي من العيار الثقيل يعني ما فيش مواجهه الحقيقه مع فريق دايما تعمل له حساب او تبقى حاطط ايدك على قلبك وانت رايح تلعب معاه في ملعبه، الا والراجل الحقيقه قدم مباراه وكانها كل مره فرصه لمفاجاه جماهير النادي الاهلي. شايف الراجل ازاي قرايته للماتشات، قرايته للفرق المنافسه، خصوصا الفرق الكبيره في افريقيا زي سان داونز، ويعني مش هتكلم على دور المجموعات لانه قدم فيها عروض محترمه جدا، لكن خليني اتكلم على فرقتين او مواجهتين، مره مع سان داونز، مره مع الترجي التونسي. والفاينل بتاع افريقيا مع الزمالك. انا مش عايز ارجع بقى كاس عالم وكده. لا كانت قريبه يعني، قصدي كانت قريبه برضو. فاينل سوبر افريقيا نهضه بركان. بالظبط. والمباراه اللي اتلعبت على المركز الثالث بيننا وبين بالميراس. بالميراس. فوزنا بضربات الجزاء برضو، ادى بشكل كويس. ويحترم. انا لما اكون مدرب بقدر ادي المباريات بشكل كويس واخطط لها واعمل اعداد ليها كويس واستغل كل المميزات اللي عندي، وازاي اقف او يتم ايقاف العناصر المميزه في الفريق المنافس. الفرق الكبيره اللي انت بتواجهها وانت فريق كبير اعتقد بتبقى من الناحيه التكتيكيه واضحه قدامك، انما الفرق الصغيره ممكن اللعب يكون عشوائي، اداء عشوائي. كمان الفرق الصغيره مستويات اللاعبين بين الصعود والهبوط، لا ممكن بين مباراه واخرى اللاعب يعلى ويصعد ويؤدي بشكل كويس ويؤدي بشكل ضعيف. ما بتبقى في حيره في انك تدرس المنافس وتقيمه وتحط التشكيل الصح وتحط الاداء والاسلوب اللي هتقدر تلعب بيه. هو مميز في دي الحقيقه، وهو اثبت في كده. حضرتك ذكرت مباراتين او ثلاثه، وانا ذكرت مباراه يعني كل فعلا. لا اصل المباراتين دول جم في وقت كان في انتقاد، يعني لما رحنا كاس العالم ما كانش حد بيطالب بانك انت تتوج بالبطوله، ورغم كده اديت ماتشات محترمه جدا وقدرت انك انت تجيب برونزيه. لكن المواجهتين الاخيرتين على وجه التحديد دول كانت الانتقادات لمستر موسيماني كتير قوي، وكانت الاصوات على الرغم انه راجل ماشي 10 على 10 يعني، فيش بطوله دخلها الا وبينافس عليها. عشان كده بقول انه رغم الانتقادات الشديده والاصوات العاليه في الفتره الاخيره دي، كان الراجل بيحقق في مواجهتين في منتهى الصعوبه، سان داونز هنا وهناك والترجي في رادس، بيحقق نتائج ايجابيه وبيقدم كمان في ماتش الترجي اداء محترم جدا. بس ما هو الاداء مش لعب على البطوله واحراز بطوله، مش هيعتمد بس على مدير فني. مدير فني مش هيحرك فاهم قطع الشطرنج يعني، في دعم من الاداره وفي قماشه لاعبين وبتتكلم عن النادي الاهلي والصفات الارضيه عند اللاعبين يعني، وتاريخ النادي. معايا فريق تاني كان ممكن يحقق هذا الكم من البطولات في الفتره دي. هو ليه يعني جزء بيعمله طبعا، هنقول 70%. انما في 30% من الاداره والصفات، مش مستوى اللاعبين بس. أيوه. انا بتكلم على مستوى طموح عند اللاعب، الاراده اللي عنده والتصميم وشخصيته الفريق. صحيح. تاريخ النادي، اسم النادي، هيبه النادي، مجلس الاداره، الجهاز الاداري موجود، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الجهاز المسؤول عن الاعداد البدني، الكابتن، وجود الكابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي والمشرف عام على الكوره، بيحتوي اللاعبين ومر بتجارب كبيره جدا سواء على النادي ومع المنتخب، بيقدر يوجه وعارف اللعيبه وبيتابعهم، بيحضر التمرين، سفريات على طول معاهم. كل دي عوامل يعني، ودي حاجه كويسه يعني. يمكن احيانا بتبقى اللعيب بيهبط مستواه في مستوى مع منافس متوسط المستوى، بتقدر العيوب دي ما بتخسرنيش، بقدر برضو افوز. صحيح. انما في اللقاءات القويه يعني بقدر اعد، وبتقدر
كل الـ يعني كل الجبهات كلها بتبقى ماشيه في اتجاه واحد صحيح. وخط واحد. منظومه عمل نادي الاهلي الحقيقه واحده من اهم الدعايم اللي بتتقدم لاي جهاز فني بيتولى المسؤوليه، مش بس في كره القدم، في كل الرياضات. شخصيه البطل موجوده عند كل واحد بيلبس تيشيرت نادي الاهلي في كل الرياضات. كل دي بالتاكيد عوامل مساعده لاي مدير فني على بيتولى المسؤوليه على تحقيق اهدافه على المستوى الشخصي واهداف النادي طبعا في المقام الاول. متفائلين ان شاء الله كابتن محمود بلقاء السبت بس. ماتش صعبه متفقين دي حقيقي يعني حقيقي. والنتيجه دي زودت من صعوبته. يمكن الترجي لو كان محقق نتيجه ايجابيه مش ما كانش هيجي بنفس حاله التحفز او نفس حاله الطموح اللي موجود عنه في انه يلعب الكل في كل، لانه ببساطه شديده جدا ما عندوش شيء يخسره. لو كان كسبان في رادس كان هيجي وهو عنده شيء يخسره، والتحفظ ده كان ممكن النادي الاهلي يستغله. لكن احنا بنلعب قدام فريق ما عندوش اي حاجه يخسرها، وبالتالي هيقدم كل ما عنده عشان يحاول ان هو يتغلب على النادي الاهلي. وده طبعا سيناريو ما نتمناهوش. وشايفين انه لغايه اللحظه كفه النادي الاهلي هي الاتقل. اذا كان زي ما قلت بالظبط قبل ماتش الترجي، وقلت لحضراتكم ان الاهلي في رادس قادر انه يكسب الترجي اذا ما كان محافظ على مستوى من الالتزام والجديه والتركيز، وقد كان. ونتمنى ان شاء الله السيناريو ده يتكرر في القاهره ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا كابتن محمود. نتقابل ان شاء الله في فرص ثانيه، نهني بعض بانتصار جديد، وان شاء الله باذن الله يكون عندنا فرصه ان احنا نتكلم عن مواجهه النهائي ايا كان بقى الوداد المغربي او كازا تشيفز. المهم ان شاء الله نحجز بطاقه التاهل النهائي، ولكل مقام مقال. بشكر حضراتكم على المتابعه، وقابلكم بكره في نفس الميعاد.